بريتو ده المدير الفني لافاي البرتغالي. ريو افاي ده اللي سافر له احمد حسن كوكا او الهارب من النادي الاهلي احمد حسن كوكا اللي كان موجود مع منتخب مصر للناشئين في كولومبيا. ده قال بيراهن على احمد حسن وقال ان احمد حسن سيقدم مباراه رائعه في المستقبل. لعب كوكا المباراه في الدقائق الاخيره وكان ملفت لنظر كابتن خالد في نادي الجديد. هو الغريب كابتن فيت في هدوء وسكوت مجلس اداره النادي الاهلي على هروب لاعب اسمه كوكا ولاعب بيقول ان هو عنده مستقبل كبير جدا بالنسبه لكره القدم المصريه. والهروب تم عن طريق احد الاشخاص المهمين جدا في النادي الاهلي، لابد من التحقيق لان قيمه نادي الاهلي اسم النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي لا يترك هذه الاشياء تمر بسهوله. عشان كده انا بشدد هنا من خلالك في البرنامج على التحقيق في موضوع كوكا، لان طبعا صعب جدا ان يهرب لاعب، شفناها قبل كده في انديه كتير جدا وشفناها حتى مع هاني سعيد، وتم التحقيق مع هاني سعيد ومع على ما اعتقد اسمه اشرف حاجه كان بيلعب مع هاني سعيد راح اودينيس. هو التحقيق بالفعل مفتوح في النادي الاهلي ويقال ان وكيل هذا اللاعب هو ابن مانويل جوزيه المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، وده يمكن ده اللي ذكر وده حتى كان في تصريح وكان في شغل معمول احد المواقع البرتغاليه بيقال ان ابن مانويل جوزيه هو اللي هرب كوكا لنادي افاي البرتغالي. وطبعا ده موضوع ما تسكتش عليه ان مجلس اداره النادي الاهلي في رايي عنده من القيم وعنده من الكياس ان يتعامل في مواضيع زي ده بشكل ممتاز وشكل مهم ويعيد حقوق النادي الاهلي كلاعب كبير زي كوكا ممكن يبيعه بس مش بالطريقه اللي هرب بها اللاعب. نعم ميسي.